10:54 دقيقة بالضبط على موجود عندكم مفهم. مرحبا بكم معنا في جزئنا الثاني والأخير من مشوار صباح الخير يا بلادي اللي كنخصوه لفقرة عندي دواك بحضور الدكتور جمال سقلي اللي هو خبير متخصص في التداوي بالأعشاب الطبية والتجميلية. صباح الخير دكتور جمال. صباح الخير. احنا دائما غادي نمشيو بسرعة لأن كثير ديال الأسئلة كتنتظر وخلاص كاين موضوع الحدث اليوم اللي غادي نتكلموا عليه هو موضوع مهم بزاف كتوردنا عليه أسئلة بزاف كتجينا عليه تواصل كثير من مستمعينا فبغينا نعطيو صورة شاملة وعامة على هذا المرض هذا اللي منتشر الناس عدد كثير ديال الناس كتعاني منه كتسبب لهم طفح جلدي حمورية حكة واللي هو باختصار باش الناس يعرفوه معنا اللي هو لورتيكير دونك هذا المشكل هذا ولا الطفح الجلدي اللي عادة كيبان بحال دوائر حمراء فيها حكة فيها التهاب غادي نشرحوا أول حاجة شنو الأسباب ديالو شكون الناس اللي كتجيهم أكثر هذا المشكل هذا واش كيعادي ولا ما كيعاديش واش عنده علاج ولا ما عندوش علاج خلاص غادي ناخذوا مكالمات على رقمنا اللي هي 0522 31 33 33 الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00 طريقة تواصل أخرى ممكن عن طريق الأسماس كتبوا أسكا خليوا أسبا صغير كتبوا الاسم ديالكم من الكامل مع شرح الحالة بوضوح إذا كان هناك متابعة طبية مدى بنا تحديد السن تحديد كذلك المرض نوعية المرض نوع الأدوية اللي كتاخذوا ربما هادشي كله باش يساعد في عملية شفائكم إن شاء الله واللي تنتمناو العلاج للجميع لأن قلنا هاد الأسبوع بغينا نخصوه نعطيو أسئلة كثير ونمشيو غير بشوية دكتور لأن كيعاتبونا بزاف الناس أن احنا كنسرعوا بزاف الأدوية حنا غادي نمشيو غير دقة دقة شوية بشوية باش الناس يتمكنوا أنهم يقيدوا معنا إذا غادي نبداو بهاد جزءنا الأول غادي نخصوه لهاد المرض اللي هو لورتيكار شنو كنقصدوا بهاد قبل ما نبدا بالورتيكار واحد السيدة البارح تطلب فيا وتروفيا في 3 الصباح عندها معدل لا غونغرين الور لا غونغرين اشنا هي ومشكل كبير اللي مطروح لا غونغرين ملي العروقه تيتبوشاو ما تيبقاوش يدوزوا اللحم الدم الور الدم راه تيتقنى تيدوز الاكسجين والتغذيه وكل شيء اذا العضو اللي ما بقاش ياخذ الدم اش يطرى ليه تيموت ومنين تيموت تيخمج تيدود ويبدا يطيح الطراف دونك مش العلامات اللي باينه واضحه حتى الرجل تبدا تكحال او الليد او البلاصه اللي مقيوصه الور تطلب فيا البارح بالليل كاين الحل هذاك اللي نقدروا نفعوا الناس الوصفه اللي هضرنا على ديال العروقه دون البروبليم فينو اللي تنسميه بروبليم فينو واش الدواء ديالو شنو مكون مناش قلنا لوجانكو بيلوبا دونك الجانكو بيلوبا الزعرور اللي هو لوبيبين زائد الزعرور مثال بسيط الجانكو 100 غرام الزعرور 75 غرام قلنا ورق العنب الاحمر او ورق الدالية الحمراء 100 غرام قلنا مريوت 75 غرام 50 غرام ديال الورق ديال الزيتون عندنا الماروني داند 100 غرام سانتيلا ازياتيكا 100 غرام هاد الوصفة ممتازة ومجربة دونك شربا اولا داخليا يتكون هاد شي يجمع كله هاد لي بودر هذاك يتخلطوا السيدة تاخد نص معلقة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس دونك هذا داخليا تشربوا بالماء بالماء باتاي باش ما بغاو هذاك غير المناضة لله المناضة وحليب الله دونك هذا داخليا خارجيا او موضعيا نفس المسحوق نفس لي بودر ديال هاد الاعشاب زيد عليهم زيت البلديه دفيهم على حمام مريم ديال البان ماري ودهن البلاصه اللي مقيوسه ليها يوميا الصباح وعشيه وليل غالبا الاسبوع الاول تبدا الرجل تبدا تصفى وتبدا تبيض ويحيد منها الكحوليه ويحيد منها الزروقيه وداك الشيء كامل والحمد لله وتبدا الدم يسري في العروقه شي بس ما كاين نفس الوصفه هذه تزيد عليها واحد 75 غرام ديال تقنديش حيت تقنديش مشهوره ومعروفه تحد ديبوشي العروقه وحرفتها دونك هذه الوصفه ديال الناس اللي عندهم لا غونغرين دونك نعاود بالزربه قلت بشويه نعاود بالزربه الوصفه الور قلنا لو جانكو بيلوبا الزعرور اللي هو لوبيبين فوي دو فين روج الورق ديال الداليه الحمراء او العنب الاحمر قلنا مريوت قلنا ورق الزيتون قلنا السونتيلا ازياتيكا وقلنا الماروني داند هذه هي الوصفه مكونه بهذه الاعشاب سو فورم دو بودر على طريق مسحوق نص معلقه صغيره قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس هذا داخليا نفس المسحوق نزيدوا عليه الزيت البلديه ندفيوه وندلكوا به الموضع هذا كان اجابه على حاله معينه احنا دابا نرجعوا لموضوعنا اللي هو لورتيكار لورتيكار راه يساجي نعرفوا الناس وتا هما يعرفوا معنا شنو كنقصدوا بهذا المشكل او لهذا المرض
اللي هو نوع من انواع الحساسيه. الحساسيه وخاصه أنا خاصه الحريقه الحرشه. ايه حيت فيها تعطينا سور لو شون الناس اللي مؤهلين ولا اللي عندهم حساسيه به فيه ما تيفلتوش من الارتكار. باش يتبع معنا الناس بعض التفاصيل ونعطيهم فرصه ياخذوا معنا ورقه وستيلو ويقيدوا معنا هذه المعلومات كامله. راجعين بعد فاصل اشاري قصير. ام اف ام الاذاعه اللي كتستمع لكم 24 ساعه على 24. نظافة واقتصاد للزاج والتصبين ليدين والمعن دوسي ينظف ويعاون. L'équipe Maroc Magazine, c'est tout le sport en photo, en interview, en analyse, en portrait. Dans ce numéro 64, interview de Adil Hermèche. Le défenseur des Lions de l'Atlas revient sur ses relations avec Eric Guéretz et nous explique ce qui s'est réellement passé pendant la CAN. Clash entre les deux Rajaoui, Gilani et Metwali. Qu'est-ce qui a provoqué la dispute? Comment a éclaté l'affaire? Les deux joueurs du Raja se sont-ils vraiment réconciliés? Dossier consacré à Lamri. Le gardien de but du WAC doit-il prendre sa retraite international, les avis sont partagés. Cyclisme, Tarek Chaoufi nous explique pourquoi il ne participe pas au Tour d'Andalousie et tire à boulet rouge sur les responsables de la fédération. Enfin, la crise dans le basket est loin d'être terminée. Focus sur un sport en détresse. L'équipe Maroc Magazine, une autre façon de voir le sport. Actuellement disponible dans tous les kiosques. Créer son espace de stockage est un métier qui ne s'improvise pas. Pour vos projets de stockage, Plumag vous assure le meilleur rapport qualité-prix. Plumag, leader au Maroc dans la réalisation du rayonnage métallique sur mesure. Pour plus d'informations, contactez Plumag au 05 22 33 63 95 ou visitez notre site web www.plumag.com. Plumag, une logistique plus intelligente au Maroc. MFM, l'idée est que tu te mets à l'écoute 24 heures à 24. رجعنا معكم هذه 11 بالضبط وحنا دائما كنرحبوا بكاع المستمعين ديالنا في مختلف مناطق المملكه اللي كيتواصلوا مع فقره عندي دواك بحضور الدكتور جمال صقلي. اليوم غادي نتكلموا في شطرنا الاول وعاد غادي نجاوبوا اكيد على الاسئله اللي كتنتظر على هذا المشكل ديال الحساسيه اللي منتشر وكثير الناس كتعاني منه وفيه مشاكل كثير. حنا غادي ندخلوا الموضوع لوغتيكا مرض بنادم مرض النهار كله محكوم هذا اولا كمرض وكمشكل الحساسيه دكتور. هو طفح جلدي ياك مكون من دوائر حمراء الشكل ديالو كيكون على شكل دوائر حمراء تيكون بيض عنده حكه كبيره ومقرفه وتتبرزت وتمرض الناس مساكن ليل ونهار ويحك ماله مسكين سمعتين وسائين استاتيك ما زوينش وتيعقد بنادم سيرتو البنات العيالات تيعقدهم ساكن وما يتزوجوا ما حتى حاجه وعلاش على حكه الطفح الجلدي فداتها كلها قد يكون حتى في الوجه في كل بلاصه يقدر يشد اي بلاصه. اشنو هو اون جينيرال شنو راه يساجي دون ايريبسيون كوتاني prurigineuse, constituée de papules rouges, au centre, à centre blanc. هذا هو هذاك دونك طفح جلدي مكون من دوائر حمراء وسط من ابيض ودو حكه كبيره. لوسيكال اشنو هو سي اون رياكسيون اليستامين اون سوبستانس لي سكريتي بار لي سيلول ديالنا بار دي سيلول سبيسياليزي ابلي ماستوزيت كو لون روتروف ان بو بارتو دون لو كور ديالنا حنا اللي هو شنو هو هذا الطفح الجلدي هو رد فعل المادة الاستامين. هذه المادة تفرز من طرف خلايا خاصة تسمى ماستوسيت واللي تلقاوها في الذات كلها في جميع أنحاء الجسم. دونك هذه المادة اللي تخلقها الجسم تتلعب دور مهم جدا فاش في ظهور أعراض الحساسية مثل لي روم دو فوان والتي أعراضها هي شنو العطس اللي تيعطس بزاف المتوصل العيون العيون تدمع وداك الشيء كامل. دونك تقريبا كل ما يمكن ان يسبب حساسيه بامكانيه ان يسبب هذا الطفح الجلدي اي حاجه. وراه يلا هضرنا دابا على الحريقه الحرشه راه هي رقم واحد اللي تسبب لنا هذا الارتكاب يعني هذا المسمى خاصه مثال بسيط بعض المواد الغذائيه
حنا عارفين الاسبيرين والاغلبيه ديال الادويه راه تدير هذاك بعض الخطرات غير انا كرون سولير شتي الكرون سولير 3% تدير لهم هذا النوع ديال الحساسيه اللي ما كيكونش مختار بطريقه مضبوطه هي كل لا واخا يكون كاين بعض الناس مؤهلين وعندهم حساسيه للكرون الكرون توتال ولا الكرون سولير دونك شنو هو الدواء ديالو اولا الصيدليه الخضراء في خدمه ديال هاد هي الاولانيه الحريقه الحرشه واللي كاين الحريقه الحرشه قلتي لانها ممتازه بزاف لهاد النوعيه هادي الحريقه الحرشه هي رقم واحد اللي تتعطينا هاد المشكل لقصيها بيدك الا قصيها تم احتكاك بها تتعطيك هاد المشكل رغم انها هي المسبب الاول في ظهور هذه الحكه ياك مع الطفح الجلدي وداك الشيء المتقرح لقصنا عند اللمس ديالنا ليها لكن الاوراق ديالها والجذور ديالها تتلعب دور مهم جدا في تخفيف حده هذا الطفح الجلدي دونك يعني كدر وداوي سولاج لورتيكال هي تضر هي سبب ولا تخادت داخليا تتهدد هذوك الاستعمال داخلي فقط ديال الحريقه الحرشه الاستعمال الخارجي تنوض فيك العجب وتجيب لك هي السبب ديال الطفح الجلدي ولكن الاستعمال الداخلي ستوقفه مثال بسيط حفنه من الاوراق ومن الجذور في ليترو ديال الماء يتغلى واحد نص دقيقه يتخمر واحد ثلث ساعه 20 4 15 20 دقيقه وتشرب واحد كاس قبل الاكل والنوم دونك قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل الغداء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء وقبل الناس الشيء اللي ما تعرفوش العشابه وبزاف ديال الناس بلي راه كاين مجموعه كبيره ديال الاعشاب تتحتوي على مواد معقده وكثيره ضد الحساسيه مثل مثال بسيط البابونش الزعتر البري هاد الجوج يحتويو على الاقل على سبعه ديال المكونات كيميائيه ضد الحساسيه الفيجل سي لاري هذه نوع من انواع الاعشاب الفيجل راه معروف الفيجل هي لاري فيها سته ديال الانواع ديال هاد المكونات تلقاو خمسه من الانواع ديال هذا اللي ضد الحساسيه اللي موجودين في العشوب فين في الحبق في اكنيسيا في البسباس في الكرموس ديالنا هذاك البلدي العادي البلدي او الشريحه الجانكو بيلوبا البومبلوموس اتاي الشاي الزعتر العادي دونك هادشي هادو حوايج انا غنعاود بشويه دونك اللي فيه الحساسيه اي انواع الحساسيه عليه باش عليه بابونش بالفيجل بالحبق باكنيسيا بالبسباس بالكرموس او الشريحه بالجانكو بيلوبا بالبومبلوموس باتاي بالزعتر العادي يمكننا نستعملو داخليا هاد الوصفه اللي غنقول دابا مثال بسيط نصوبو اون تيزان اباز دو ياك باش باتاي بالزعتر الحبق بابونش دونك اتاي الزعتر الحبق بابونش هادو نديروهم بحال شكل غنشربو اتاي بحال اللي نشربو اتاي واحد سته الكيسان في النهار مزيانه هذاك على الاقل يمكننا نطبخوا الاعشاب التاليه ونصفيوها ونخويوها في الحمام نيت هادو اللي هضرنا عليهم او اعشاب اخرين اللي مثال بسيط الزعتر بابونش الحبق اتاي اكنيسيا الجانكو البسباس الكرموس المعدنوس سكينجبير تومه قعقله خزامه النعناع الخرطال نخاله القمح هادو كلهم ضد الحساسيه نعاودو بشويه من جديد الزعتر باش يخليو الناس يكسبوا بابونج الحبق اتاي الشاي اكنيسيا الجانكو بيلوبا البسباس او زريعه النافع الكرموس المعدنوس سكينجبير تومه قعقله لا كاردامون او الهيل الخزامه حتى الحلحال خزامه الحلحال او الكبيله راه هي صالحه النعناع الخرطال نخالة القمح بالنسبة للمعدنوس أبحاث علمية أكدت باللي أن استعمال المعدنوس تقطع خلق الهستامين دونك إينيب لا سيكريسيون د الهستامين دونك اللي شرب المعدنوس خد المعدنوس تيحد لنا هاد الحساسية من الجدر تيوقفها إذا عصير المعدنوس واحد ربع كاس
قبل الاكل والنوم ممتاز مهم بزاف وراه هضرنا على المعدنوس والفوائد اللي فيه كثيره. سكينجبير الزنجبيل مثال بسيط وراه كاع اللي مذكور في القران راه ممتاز بلا ما نخمو فيها. سكينجبير احنا الزنجبيل ولا غير البودره اللي خديتي البودر في هذه الحاله تنفضل انا البودر مثال بسيط واحد 200 غرام في 4 لتر ديال الماء غتطبخ واحد 10 دقائق تصفى وتفرغ في انيه الحمام دون لا بينوار والشخص ياخذ حمام كامل مده 10 دقائق ولا ربع ساعه ومنين يسالي من هذا الحمام ديال سكينجبير شي بس ما كاين يكون تابخ قبل يتابخ واحد ليترو ولا جيترو ديال حفنه ديال بابونج لا كامومي في جيترو ديال الماء وهي الاخره اللي هذا الماء هو باش يتشلل به الاخر يكرر العمليه عند الحاجه اللي احتاجها. المختصين في تداوي بالاعشاب الطبيه اش يقولوا؟ تيقولوا واحد كاس زيت الزيتون زائد 12 نقطه من الارواح ديال لي زيسونس الروح ديال العشبه الاعشاب هاد الاعشاب التاليه اللي غنهضروا عليها دابا الور هادو ندهنوا بهم مرتين ندهنوا بهم كاز ديال زيت زيتون واحد 12 نقطه لكثرناه دونك بين 7 و 12 حنا انا عطيت الماكسيموم 12 نقطه ديال الارواح التاليه ديال العشوب بابونج الروح ديالها سبعه من كل نقطه ولا هما مخلطين لا كل وحده غير كل وحده بوحده ما نخلطوهمش دابا مثال بسيط خدينا كاس ديال زيت زيتون نزيدوا عليه 12 نقطة ديال الروح ديال البابونج ها حنا وصفة نزيدوا عليه نفس الشكل 12 نقطة هذه وصفة أخرى زي كاس زيت الزيتون في 12 نقطة الاختيار اختار أي نوع اللي يبغى ديال الروح ديال الكمون أو القرنفل أو النعناع الصوفي اللي هو لاميليس اللي هضرنا عليه واللي هو حبق الترنش أما العشابين هذوك الأولانيات سون لي زاروما ثيرابوت أما العشابين تيفضلوا أشنا هما تيفضلوا استعمال الخرطان اللي هو الشوفان سي لافوان الور خزامه نخالات القمح في الحمام ولا شوربا اما يغسلوا به ولا يشربوه الور النعناع الحرش ذو الرائحه البجهده ياك اللي احنا راه تنعرفوا احنا موالين النعناع بلادنا بلاد النعناع راه ممتاز سواء شوربا او في الحمام ويزيدوا حتى فليو حتى فليو راه ممتاز اما انا اش نفضل هالوصفه ديالي انا تنفضل استعمال بيموت بيموت نوع ديال الخزامه اذا بيموت المصاصه الخياطه الخرطال انا نعود بشويه بيموت المصاصه الخياطه الخرطال الصبار اللي هو لالويفيرا الحبق اتاي شاي إكنيسيا الجانكو بيلوبا النافع البسباس النعناع الريحان ورق الجوز اللي هو ورق القرقاع العفصة اللي هي لانوادقال العفصة لاباردان عجبت هنا سيسميوها حبني معاك ولا خودني معاك هذا سميه سبيسيال لاباردان راه رقم واحد ما تنساوهاش ديال الحبوبه البنات حب شباب ثاني حب الشباب والحبوب كلهم كيما بغى يكون نوع الحبوب قشور الرمان الرميمينه الحريقه الملسه باللعمان الخرشاشه اللي هي البافو الفيجل البومبلوموس الهند بابريه الخص لا ليتو البوارو الفجل التفاح الثوم لو سيبري ما عرفتوش بالعربيه لو سيبري والملفوف اللي هو الكرم اللي هو اللي شو هادشي واش اشترطوا ان يكون كاملين ضد الحساسيات واش يكونوا مجموعين كاملين ولا اختاروا غير حبه ولا جوج ولا ثلاثه ولا نقدروا نختاروا عشبه جوج او ثلاثه او نجمعهم كاملين انا تنفضل نجمعهم ونطبخهم وندخلهم في لا بينوار هادو ماشي شربان هادو غنغسلو بهم سمعي ولا خذ ثلاثه ولا اربعه العشبات هما اللي نطبخهم ونشربوا منهم لهم الخيار عديت انا هذاك اذا عطينا كم كبير ديال الاختيارات اللي قدوا عليه واللي يناسبهم يديروا نعاود لهم بشويه ونتقل لهم انا اللي تنستعمل انا الحساسيه كيما بغى يكون نوعها الحساسيه اللي تعطينا طفح جلدي الور عندنا بيموت المصاصه الخياطه وراني قبل كنت عطيت واحد الوصفه وراها الناس اللي كبار واللي اليتي اللي ما تيتحركوش واللي عندهم شلل نصفي او كلي
راه كاين مشكل بلي زيسكار راه مين تيكونوا لي زيسكار لي زيسكار راه واعرين وخبات وتيمحنوا الور الوصفه السحريه انا جربتها لجده بنفسي دونك اللي هي بيموت الخياطه المصاصه دونك قلنا ضد هاد ثلاثه العشوب نزيدوهم دابا الحساسيه سنهضروا على الحساسيه الخرطال نخاله القمح خزامه انا بنفسي مجربهم تعيت ضد الحساسيه والحكه كيما بغى يكون نوعها بابونج المعدنوس الزعتر سكينجبير قعقله لالويفيرا اللي هي نوع تصبر الحبق اتاي اكنيسيا الجانكو بيلوبا النافع البسباس النعناع الريحان ورق القرقع العفصة باردان ماشي باديان باغدانا هذا النوع اخر اي بادي باديانا بوحدها هذيك الكازات وداك الشيء والحساسيه حتى هي صالحه الحساسيه انفلونزا الطيور بين عارضتين بالزربه على باديان ابروبو باديانا مشيت للسوق لقيت داك الشيء النوادر محطوط ديال باديانا ايوا تقديت شويه وفرحت الثمن نازل وكل شيء سيمانه من بعد رجعت لقيتها ما كايناش في السوق وما يمكنش تبع كلها وهاد الكسره اللي كانت جيت نسول لقيتهم اللي باعوهم لنا لي شينوا جاوا شراوها من عندنا بالثمن وردوها لاشين علاش ملي كانت الحيحه اللي دايرين لنا ديال انفلونزا الطيور والخنازير وكل شيء وطامي فلو اللي باعوه لينا حنا وجبروا بوش ورامسفيلد وهذاك الشيء كامل ورئيس اللي جبروا الدوله سيت اون مافيا جبروهم يشريوا هاد الدواء وخوفوا الدنيا كلها راه غير الروح لوكاليبتيس فيها الكفايه دقبط لا جميع الارواح ديال العشوب اللي الفيروس يقتلوه في دقه واحده دير غير نقطه على اليمين على اليسار في حوايجك وانت غادي والفيروس تتحميت وما قدرش يوصلك بمعنى اي الروح لوكاليبتيس مثال بسيط بمعنى الروح ما يوصلكمش الروح او الناس اللي عندهم الحباب ديالهم فيهم السرطان هذوك دونك ما خاصهمش السرطان ما خاصوش حتى حاجه لا دخل واحد مروح يقدر يقتله حيت لا الخلايا السليمه ولا الخلايا السرطانيه ملي تعطيها الشيميو كلشي تيموت تيبقى معرض لاي انفكسيون اذا من المستحسن والمستحب يجيو ياخذوا الروح لوكاليبتيس يرشوه في البيت قتلوا الفيروس كله الزيت الاساسي ولا الروح ديال العشب لا ما لقاوش راه شجر لوكاليبتيس موجود يهزوا واحد جوج حفنات كبار يلوحوهم في الطنجره يزيدوا الماء وتبخوا حيت كانوا هي اسونسييل دونك سي لوي الاسونسييل علاش نهضروا حنا دونك نكملوا الور قلنا باردان اللي جبدات الهضره على باديان قشور الرمان الرميمينه الحريقه الملسه باللعمان الكوكليكو الخرشاشه لو بافو الفيجل لا رو لو بومبلوموس الهندبه بريه اللي هي لا ليتي سوفاج الخص اللي هي لا ليتي البوارو الفجل لي رادي التفاح توم لو سيبري ولا شو الكرم هادو هما العشوب اللي صالحين للحساسيه بين عارضتين واحد السيد انا جات طلبتني على الصرع شدتني في الطريق طلبتني على الصرع الور حوايج بساط شي حوايج بساط للصرع هذوك الناس اللي تجيهم لي كريز ديبيليبسي الشيح ممتاز كاس ديال الشيح قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس راه ممتاز الرايب اعطيو الناس الاولاد والناس اللي فيهم الصرع اعطيهم الرايب الورق ديال الليمون او الليمون بنفسه دونك نعاود للزربه الليمون والورق ديال الليمون ممتازين تيحدوا بالنوبات دونك لي كريز الشيح الرايب ورق الليمون او الليمون على بركه الله سؤال جواب نمشيو لسؤال الجواب وحنا غادي نبداو ربما مع الاسئله الاس ام اس الكثيره غادي نعطي لك دفعه واحده ومن بعد نختاروا الاجابات غادي نقول راه هادي خلاتني نوخر كنت واعد الناس باش نعطيهم المالادي باركنسون كنا وعدناهم هاد الاسبوع اي غنعطيهم اون في بار راه غير هذا اللي بقات فيا وبقاو يطلبوا حيت الناس بقاو يطلبوا بزاف علاش انا سبقت لورتيكار لورتيكار حنا قلنا انه كي معدي لا 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 كل واحد حساسيه نوع الحساسيه واخا غادي نمشيو نقولوا على بسم الله وبركه الله غادي نقولوا نقراو اول اس ام اس سلام تحياتي لكم انا محمد من قرسيف عندي الحساسيه حنا داوينا عليها دابا الحساسيه وعندي الكرش خارجه لي اش غادي ندير وميرسي دكتور اكرام من مراكش انا عندي الكره في البطن ديالي وما كتزادش وعندي قرحه كذلك الله وعافاك واش كاين شي حل ليها ولا لا
الوغ سلام، انا حنان من مراكش، انا اختي محوله فيا فقر الدم، حبيت وهبطت لي بزاف، سولي لي دكتور عافاك اختي سميه، دونك ما عرفتش شنو هذه القرحه. لا قلت لك عندها فقر الدم. عندها فقر الدم ومحوله، يمكن انها حامله. فوالا. الوغ صباح الخير على طاقم الاذاعه كامل، بغيت نسول دكتور كيفاش ناكل خميره الشعير. احنا دائما سون بروبليم، ماشي مشكل، كناها وعاودناها اكثر من مره. سلام، الله يجازيكم بخير بزاف. لما جاوبوني على المريوت الى شديتها او الى شربتها باش غنحس. مريوت كتسول الا شربتها باش غتحس؟ غتشربها علاش بعدا كي وباش غتحس؟ علاش غتشربها؟ انا غنقول الفوائد ديالها بالزربه درك نسردهم. صباح الخير على الطاقم، انا كمال بغيت نسول دكتور كيفاش ناكل عاوتاني ديك خميره الشعير. نفس السؤال. نوره من كازا، سلام سميه الله يخليك. الوالدين سول لي دكتور انا وزني كيتزاد من الفوق بزاف، شنو ندير؟ يعني عندها غير زياده في الوزن في الفوق. انا فتيحه من وجده، كنشكركم بزاف. عافاك، بغيت نسول سي جمال على وصفه الفريز والحامض، ولا الفريز ولا الليمون، واش ندير الا شات لينا شي حاجه واش تخلى في الثلاجه؟ تشربها، تزيد الماء والسكر وتشرب الموناضه. لا لا بيان سور، تقدر تخليها في الثلاجه نهار يومين ما تعيقش، ما تفوت شيء. اذا نبداو نجيو، انا ما تنفهمهمش، عندهم مشكل في الوجه، علاش تسقرموا؟ الغد ديري لي فريزه وعصري ليمونه ولا عصري حامضه وهانتي من الجديد، ودائما عندك شي حاجه ما تخليش تزيد فيها الماء وتزيد السكر وتشربها سي ميو. واخا، اذا نبداو بالمساج الاول لمحمد من قرسيف اللي كيقول عنده الحساسيه وعندي الكرش خارج لي، شنو ندير؟ الور الحساسيه الله هضرنا عليها، الكرش خارج عليه خاصو ياخذ لي زونتي غاز توكور. دونك لي زونتي اولا ما خاصش يكون القبط عدو، دونك نحيدوا القبط. القبط راه ساهل، ما كانش فيه السكر عليه غير بالشريحات، ثلاثه شريحات برقوقه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس، ساهله هذه. دونك ولا كان السكر عليه بثلثين ديال سنا حرام والثلث ديال الورد البلدي، ثلث ديال سنا حرام والثلث ديال الورد البلدي، وياخذ واحد نص معلقه ويكون قريب للفيسي سينو يتشوه. واخا هذاك، دونك هادي ولي لي زونتي غاز راه قلناهم بزاف، نقدر نعاود ليه بالزربه بعد الاعشاب. قعقل قلنا راه رقم واحد ممتازه، وكوم اونتي غاز وقلنا راه ممتازه اون تونك افروديزاك سيكسويال، دونك منشط جنسي. دونك الرجال انا تنعطي خطره خطره الوصفات. الوغ قلنا الحلحال، قلنا حبه حلاوه، قلنا النافع، قلنا باديانه، قلنا الزعتر، قلنا اليازير، قلنا زعيسره، قلنا بابو، قلنا الكرويه. دونك قلنا عدينا هاد الوصفات على الاقل واحد 20 خطره. سؤال اخر، سؤال اخر، نمشيو لاكرام. اكرام من مراكش اللي كتقول لنا عندي كوره في البطن ديالي وما كتزادش الوزن ديالها، قالوا لي يمكن الطبيب ديالها قال ليها ما كتحيد الا بالفتيح، عافاك واش كاين شي حل ليها ولا لا؟ الكره ما كاين ما احسن من الفتيح، قطعها برا تبرا تهنى في خطره واحده. سلام، انا حنان من مراكش. وقالت لك عندها قرحه المعده اوسي. احنا غاديين، احنا غاديين، هذيك اللي عندها قرحه واحده اخرى. سلام، انا حنان من مراكش، انا اختي محوله فيا فقر الدم، حبيت وهبطت لي بزاف، سولي لي الدكتور عافاك شنو ندير؟ اوكي، الو فقر الدم هضرنا عليه، احسن حاجه ممكنه لفقر الدم ومجربه وانا مجربها المئات الخطرات، هذاك ما كاينش ما احسن من لاسبيرولين. لاسبيرولين نوع ديال الخز ديال المحلو، دونك سي اون الغ ميكروسكوبيك دودوس، اي تري فراجيل دغيا سات انفيكتا. دونك هذاك الو لاسبيرولين، سيروا خذوا من لي فارماسي لاسبيرولين، راه لا كثرتي اختي لا كثرتي، راه قل من الشهر غالبا بين 10 ايام و15 يوم تتعطينا واحد المفعول خارق ممتازه وصالحه لبزاف الحوايج، وراه غندير عليها حصه خاصه هاد لاسبيرولين هذاك، حيت فيها العجب العشب هذاك. خذي لاسبيرولين تهنينا من فقر الدم. اشنو سؤال اخر؟ هذا هي الجواب الامثل ليها بلا ما نزيدها. هذا كمال كيسول على طريقة الأكل ديال خميرة الشعير، كيفاش ناكلوها؟ واخا، وخذي أختي واحد كاس ديال بابونج قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس، سوارة ضد فقر الدم، وبزيانة وستيون تيزان اللي تتهدأ الأعصاب وكل شيء، وضد الغازات المعوية وضد الالتهابات وكل شيء، دونك عليك بلا سبيرولين وإن تيزان أباز دو كامومي. أش قال الأخ؟ خميرة الشعير. خميرة الشعير، دونك لا لوفير دو بيير، خميرة الشعير. خميرة الشعير مكونة من 17 فيتامين 16 الأملاح المعدنية، كمية كبيرة الدهنيات، غالبا الوصفة اللي تنعطيو ثلاثة الحبات مع الفطور مع الغداء مع العشاء هي 9 الحبات. سي ان كومبليمون أليمونتير، غذاء تكميلي. دونك ياخذ هذا السيد إلا كان ضعيف بزاف، لكن ضعيف ريق وضعيف والبرد يطيروا، لكن هذا السيد ياخذ 5 الحبات مع الفطور مع الغداء مع العشاء، ما حتى مشكل. الا كان غير ضعيف اذا 15 حبه في النهار ما ضروا ما حتى حاجه، وراه هضرنا عليها.
يعني يستحسن قبل الأكل ياخذها قبل الاكل او مع الاكل او بعد الاكل بحال بحال انا دائما تنحب ياخذها وسط الماكله احسن راه ممتازه راه صالحه حتى للديابيط باش نكونوا حتى الداء السكري حتى لاشات شي حاجه راه عطيت واحد الوصفه خذوا 5-6 العيالات ديروهم مع الليمون الوجه راه ماسك الوجه ممتاز لزتهم غير مع الماء وشققتوا شعركم راه يوقف الشعر وينوض الشعر دونك فيها بزاف وغنهضروا عليها انا باغي ندير نخصوا حلقه خاصه حيت خميره الشعير مازال الناس ما عارفينهاش نعم. الخميره الشعير راه فيها العجب العجاب راه ممتازه لواحد الدرجه خياليه ماذا بغينا نخصوا حلقه بوحدها دكتور مشوا عن نوره نوره من كذا كتقول الله يخليكم انا عندي مشكل ديال الوزن كيتزاد غير من الفوق هذه ما ديما ندير لها هذه اما غتضعف كلها ولا تغلط كلها لا بغيتي الحق كثير انا كتكون بعض المناطق كتكون شويه زايد الوزن حتى الا بغات دير مثلا داك الريجيم او تاخذ ديك لا سلاد كتضعف مش مناطق وكتضعف كلها هذه غيطلب لها الوقت راه تقدر دير الوصفه ديال ضد لي سيلوليت ضد الفيرجيتور ضد هاد الوصفه راه هضرنا عليها مي غتطلب لها الوقت خاصها تدهن يوميا ذاتها الفوقانيه باش تحاول تضعفها اول حاجه اللي غدير باش تصاوب هاد الوصفه اللي هضرنا حنا على التخسيس على لونتي اوبيزيتي اللي هضرنا اللي فيها البصله والثومه والخرشف والقوق والفجل والرجله والخرطال وداك الشيء تجمع هاد الشيء كله وتنشفه راه قلنا على الطريقه ديال التنشاف سهله الطريقه التنشاف المياه دخلوها في العشوب في المسحوق ديال العشوب سخنوا الفران طفيوه ودخلوه حتى تتبخر الرطوبه ويبقى داك المسحوق جاف نزيدوا عليه الزيت البلديه نديروه في قرعه نزيدوا الزيت البلديه نحركوا يوميا نحطوه في الشمس وضد الشمس ما يقيسهاش اشعه الشمس نغطيوها باش ما بغينا كاغيت جورنال اللي بغينا وعلى الاقل ترقد 40 يوم كل نهار تحرك تصفي شويه وتدهن الفوق البلايص اللي بغات تضعف اليوم غدا اليوم غدا شهرين ثلاث شهور تتحس براسها غاديه وتتافينا وتتقاد وتصوب مي تطلب خدمه واخا فتيحه رحنا جاوبنا من وجده اللي قالت بالنسبه للخلطه ديال الفريز والليمون واش تخليها في الثلاجه ولا لا حنا قلنا ديرها وحده كانت تهضر على السينيمو نازله بالدم اي احنا غاديين هذه كذلك هبه متزنيت كتقول عفاك دكتور بغيت شي وصفه لزياده في الطول الطول ديالي هو مترو شحال من العام عندها العام عندها 19 سنه ما تحلمش ما طوالش صافي تروطر واخا حكيمه نرجع الموضوع ديال حكيمه اللي كنتي كتذكر معايا دكتور حكيمه عاودت صيفطت لنا ميساج اخر كتقول بالنسبه للمبيض اللي قلنا انا عندها بزاف ديال 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 لي كيست في المبيض ديالها وهي مخلوقه به راه خلقي عندها ملي تزادت زادت به المشكل اللي كاين هو ان البويضه ديالها صغيره كتقول ما كتجاوز شي 8 سنتيم ما تيكبروا شي المبيض ديالها وبالتالي ان حدوث الحمل شبه المستحيل فشنو دير باش يحدث الحمل الحل امثل سي لو جينيكولوك هو الاولاني الور لا عندها لي فيبروم في اليوتيروس في الوالده خاصها تمشي عند ان جينيكولوك يحيدهم لها يفتح هذا من الجهه عطينا هذه الوصفه ديال لي فيبروم عطيناها شحال من خطره وقلنا شنو هو قلنا الدغموس فريع ديال الدغموس مع الليمون في الصباح وبالليل وداوم عليه شهرين ثلاث شهور راه الدغموس تيمحي لي كيست سواء كانوا في الوالده او لي كيست كانوا في لي سان في النهود دونك رقم واحد سي الدغموس هضرنا اوسي على لالوفيرا لالوفيرا اوسي تحيد هاد لي كيست لي فيبرون بين شهرين وثلاث شهور اذا تخلط تاخذ ولا لوفيرا ما فيه حتى ضرر وتاخذو اوتون كيل فو الور تاخذ الدغموس تاخذ لالوفيرا شي بس ما كاين هذه وصفه خاصه لهاد السيده بوحدها ماشي للسيدات هذا كلهم اللي عندهم فيبرون تاخذ تارة الصحراويه تارة الصحراوية راها غنية بزاف من الأملاح المعدنية والفيتامينات ولكن راها مرة الور طحنها وتردها بودرة تاخذ نص معلقة قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء دونك ثلاثة الخطرات في النهار تزيد هاد الوصفة عليها شي بس ما كاين هاد السيدة تاخذ واحد الربع معلقة ديال لو بروبولي قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس في حالة ما لا هاد السيدة ما كانش فيها التونسيون دونك ارتفاع الضغط الدموي لما عداش ارتفاع الضغط الدموي ما تفوتش 12 يوم تاخذ كاس ديال المغلى ديال عرق السوس دونك لا ريغليز كاس في الصباح في العشيه بالليل تعاون هذه هي الوصفه اللي تاخذ دوز 12 يوم توقف عرق السوس وتبقى تاخذ لالويفيرا البروبولي والدغموس سؤال اخر هذه حنان من الدار البيضاء كتقول الله يخليك سميه اختي بغيت نسول الدكتور جمال انا حامله وعندي 8 شهور ورجلي تضروني بزاف واش ممكن ندير الوصفه ديال سكنجبير بيان سور هي سهله ما غتاكل والو ما تشرب والو خذي شوفي اختي سمعي غتاخذي الوصفه السهله هي ذاك الكاس زيت الزيتون معلقه صغيره سكنجبير نص معلقه البزار الدفي ادلك رجليها من التحت للفوق البلايص اللي ضرها ثلاثه الخطرات في النهار راه غتهدن
ما بغاتش هاد القضيه لا لويفيرا. انا غير اللي تيدعقني ويبرزطني لا لويفيرا فيها 250 نوع وربعه اللي تيشافيو والعشابه ما تيعرفوهاش والناس ما تيعرفوهاش وشحال من واحد عطاه الصابره لاكاف وحطاره خبيثه راه تحفر اللحم كاين اللي كالها دونك ودراتو كل شيء كاين دونك كاين اللي تياخذ لا لويفيرا ماشي الحقيقي دونك لا لويفيرا راه ممتاز هذا قلبوا على الحقيقيه ياك لا حطات لا لويفيرا البلاصه اللي دارها الله يجعل الركبه منفوخه او البلاصه منفوخه 20 عام لان واخا هي حامله حيت ما غاتاكلش واخا تاكلها ما غدرهاش لا لويفيرا اذا تقرا في خلطه ديال سكنجبير راه مزيانه اما دير شوف لا لويفيرا راه دقه بطله الركابي منفوخين 20 عام شرح تك شويه لداخل حطهم حزم بشرويطه الغد تفشوا ومشى الصداع دونك غتهدنها بالزربه وباش نتهناو درنا غير الوصفه ديال الزيت البلديه وسكنجبير وبزار واخا غادي نمشيو عند فاتحه من البدا كتقول تحيه كبيره لكم الله يخليك اختي سميه بغيت وصفه هذه كضحك هذا المساج هذا بغيتي وصفه اللي زياده في الوجه فقط غير الحنيكات ضروري راه وجهي ضعيف بزاف الله يجازيكم بخير قلنا الزيت ديال الحلبه تخدموا يوميا دهن وجهها بزيت الحلبه كل نهار ولكن الا كانت مأهله كان عندها ان دوفي في الوجه كان عندها شويه شعر في الوجه راه ترجع مزغبه دونك تختار اما تزغب ولا يغلط ولا تغلط الوجه ديالها اذا عليها بزيت الحلبه ياك غادي نمشيو عند سيده بنجلون تقول بغات وصفه ديال التونيا تاع لعبه ما قيداتش او ما فهمتش الطريقه سهله غتاخذ يا اختي الشيح غطحنيه هو الاول غتغربليه غتاخذي البوطه الصغيره تخرجي خارج على الدار او طلعي لفوق اذا ناخذ الشيح شحال الكميه تقريبا الشيح شحال تاخذ 200 غرام 200 غرام مشيطه ل 125 غرام غتاخذ الشيح غطحنو تغرب بدابورت بيان سور اول حاجه تنقيه تغسلو تنشفو عاد باش تطحن ايه تغربل تردو بودر مسحوق دونك ردات الشيح مسحوق غتاخذ الورق ديال الخرشف اللي تلوحو غالبا غتقطعهم بحال القزبر ومعدنوس غتعصرهم تاخذ العصير ديالهم او الماء الخرشف وتزيدوا على داك الشيح اللي محروق الشيح خاصو يتحرك ترجع كحل كربونيزي تعصرو بمعنى تدفى لي الماء وتديرو في ميكسور ولا ما كاينش الماء غتقطعوه غير بحال القزبر ومعدنوس لوح في ليبا ديالكم العياله تيصفيو من داك الشيء تلوحوا في ليبا غير تورك عليه غينزل غير لو جو ديالو غتاخذ داك لو جو خضر تزيدوا على داك الشيح المحروق تخلطوا بحال سوفورم دو كريم وبلاصه التونيا ديرها فيها راه دقه بطله راه ممتاز ومجرب اذا هذه وصفه ديال التونيا كاين وصفه جد منها واعره وخطيره الفاسوخ فاسوخ غير سولمون الفاسوخ راه ما تيتحلش غير يجي يتحل خاصو اون سوليسيون سودي هذوك دونك هذه شويه صعيبه عليهم مي الفاسوخ راه رقم واحد كيفاش غادي يتحل؟ حيت الفاسوخ ما يتحل لك لا في الماء ولا في الزيت ولا في والو دونك خاصو يتحل دونك اون سوليسيون سودي ا 3% خاصها هذاك ولا في سميتو في يا ربي باش نكفروا سميتو ماشي الكافور المهم انا غتجيني السميه مي الفاسوخ راه رقم واحد التونيا المستعصيه الفاسوخ تيعطيها قتله دقه بطله اللي ما عندهاش شفاء حيت كاين بزاف الانواع هاد السيده ما عرفت التونيا راه فيها لا كانت روند لا كانت اوفال ايروند دائريه حيت كاين فيها انواع لا كانت دائريه راه جايه من التوتر من الانهيار عصبي التوتر عصبي لو ستريس سي لو ستريس كي اللي تيديرها لنا هذاك فهاد الحاجه فهاد الحاله خاصها غير تهدن تاخذ لي زونتي ستريس راه هضرنا احنا على مهدئ الاعصاب على التوتر العصبي على الارق عطينا لا فورمول هذاك دونك في هاد الحاله خاصها حيت لا كانت فولغار مع ربدة تاخذ الوصفة ديال الشيح وديال العصير ديال الخرشف لي كارد إلا كانت أوفال دائرية في ديك الساعة تاخذ لونتي ستريس لونتي ستريس راه هضرنا على بلعمان لاميليس حبق الترنج الهند بابرية البابونج الورق الزنبوع راه هضرنا على شحال من خطرة دونك سؤال اخر سؤال اخر دي زهره كتستفسر على زهر من فاس كتقول بنتي عندها 8 سنين فيها القشره واش نستعمل ليها وصفه ديال مريوت والخل تفاح ممتازه لها فعاله تستعملها واخ هذه ابو اسامه تقول ابو اسامه عنده مشكل ديال ليباتيت اش من ليباتيت ا بي سي ما تذكرش الوغ ليباتيت هضرنا باللي احسن دواء اطلاقا ليه هو ورقه الخرشف دقه بطله وممتاز ومجرب واحد الشجره تسمى المليليس الورق ديال المليليس
راه ممتاز. هضرنا راه عطيت ديال العشوب ديال الكبده يلا عطيتهم في الحصه اللي داز منهم قلنا بوعقاد قلنا شحال من الحاجه منهم راه غير تقنديش كاين بزاف دونك عديناها. احسن دواء لهذا السيد هو ياخذ غير المليليس بلا ما يكثر على نفسه حيت دائما الوصفات المفرده احسن المركبه دونك ياخذ المليليس والورق ديال الخرشف وبوعقاد. بوعقاد هو نوع ديال الهندبه. هذا عبدو تيقول عنده مشكل ديال جعون بلاتي عفاك الله تسمح لي يا اختي سميه. المقدار خصنا نوريه الاشياء كيف يدير. خذ نفس المقدار نفس عندك لا خديتي مثال بسيط 50 غرام د بوعقاد او هذاك 50 غرام ديال الخرشف نفس المقدار يشدهم يطبخهم يصفيهم ويشرب كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس غيهنيه من الهيباتيت فيرال سي. عندو جاي اون ستيرتوز هيباتيك اوكي هذا خاص واحد العشبه اول حاجه نعطيه يبدا بعدكين بالوصفه ديال البروبليم فينو ديال العروقه اللي قلنا فيها الجانك وبيلوبا ولوبيبين الزعرور وورق ديال العنب الاحمر هضرنا عليها شحال من خطره دونك هذه الاولانيه. ثانيا يلا جبدنا دابا الهندبه بريه بوعقاد الورق ديال الخرشاف سكنجبير قعقلة تقنديش دونك كاين بزاف الزبيب التمر هاد الحوايج دونك ياخذهم ولكن العشبه رقم واحد ديالو هي واحد العشبه بوصفور اللي هضرنا عليها في المنطقه الشرقيه دونك بين ميسور بولمان راه جبل دعياشي راه فيه هادي تهنيه وصفه غير بوحدها مفرده راها مجربه وراها الرحمه ودقه بطلب سولمون كيفاش غيوصل لهذا السيد والناس ما تعرفوهاش وغير حنا اللي عطيناها السميه دونك سي ان بيتي بوسكي اللي تيكون تماك دونك حنا هذا السيد نفضل حيت معقده يفصل نفضل يتصل بيا بار تليفون ونعطيه الوصفه ديالو الخاصه حيت خوفا ما يستعملوهاش الناس واخا حنا حيت فيها ان دوجا سبيسيفيك ويقدر يضر داكور دونك حنا كيف ما كنا لونسينا الحلقه ديالنا اللي غادي نهضروا على الباركنسون وفتحنا شهيه الناس بزاف باغيين يتواصلوا معك في هذا الموضوع فماذا بينا نذكرهم امتى بالضبط غادي يكون هاد الحلقه هذه يروح غدا يلا نديرو بخص غدا نديرو الاربعاء الوغ دونك الاربعاء غادي نخصو حلقه خاصه على الباركنسون والزهايمر او ميم طون بجوج دونك باش الناس كاملين يتبعوا معنا هذا كذلك انا بشرى بوزوبع بغيت الله يخليك الدكتور بوزوبع دكتور ثقل لي عفوا اللي يقول لنا عن باركنسون وماذا بيا عطيني لادريس ايميل ديالو باش نصيفط له الدوسي ديالي بالتفصيل ستوندار يا تالي واخ دونك حنا غادي نمشيو ناخذوا مكالمات الى كان ستوندار موجودين بعد المكالمات نجاوبوا على ارقامنا 05 22 31 33 33 او رقم ثاني اللي هو 05 22 30 30 00 بلاتي داير بين عريضه بالزربه باش نقدم لهم البخس غدا اش نعطيهم راه ديجا الوصفه اللي هضرنا عليها حنا ديال العروقه او ديال الدمايات اللي هي تتخلي تحل العروقه وتخلي الدم يوصل للمخ والدم خاصو يوصل للمخ والمخ هو اللي تياخذ لنا الدم الاكثر في ذاتنا اذا هاد الوصفه اللي قلنا شنا هي لو جانك وبيلوبا ولوبيبين اللي هي الزهرور وورق العنب الاحمر وقلنا مريوت وقلنا الورق ديال الزيتون وقلنا سونتيلا ازياتيكا والماروني داند راه الوصفه الممتازه هاد الوصفه ديجا تتلعب دور مهم هي 50% ديجا ديال الدواء دونك ديجا الناس عندهم هاد الوصفه راه تنفعهم بواحد الدرجه ممتازه وبخص غدا غنعطيهم كل شيء شرح ملح ان شاء الله. سهام من صافي كتقول بغيت نعرف واش المراه الحامل ممكن انها دير زيت ديال الحلبه باش تغلط بعض المناطق بيان سور ماشي مشكل. هذا يونس من تونات يقول عافاك عندي واحد سيكاتريس في وجهي السبب ديالها كان زيزوار هذه مده عامين يمكن عامين او ثلاث اعوام المهم كاتب شي حاجه بالعربيه بغيت نحيدها شنو ندير دكتور الا كان ممكن شي وصفه باش حيدي سيكاتريس لا نقصوا منها باش يحيد ما يمكنش من لا نقصوا منها ومن بعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين ما تبقاش تبان تقريبا اش خاص هاد السيد يدير اول حاجه الوصفه الزؤني ترى غيتنقى وجهه ويزيان وكل شيء يدير لنا الوصفه اللي تيديروا العيالات ليش شنو هي زيت البلديه لا الصابون هو الاولاني الصابون الخطره الاولى الخطره الثانيه خليه واحد 30 ولا 40 ثانيه تيقرب ينشف وجهه يغسلو يمسح وجهه بياض نقى وكل شيء ياخذ زيت البلديه ويكثر بكثره دونك راه الحل ديالو هو زيت البلديه
لا الصابون ولا الليمون اللي غيدير، مي سيرتو الزيت البلديه يعمر وجهه. الزيت البلديه غيلاحظ بين الليل والصباح، الغد غيلاحظ ديك لا سيكاتريس عمرات شويه ما بقاتش محفره، وغادي تتعمر تترجع بلاط. دونك يدير هاد القضيه، ومن بعد منين يقرب ينعس يمسح الزيت البلديه ويدير لنا داك العصير ليمونه بلا ما يصدع راسه، باش تبيض. لا كانت كحله وداك الشيء غادي بشويه بشويه تبيض، ما غدوش عليه 20 يوم غيفرح. علاش؟ غتنقص على الاقل 50-60%، ما غدوش 4 سنين 5 سنين تقريبا غتمحى، غيبقى غير خط رقيق ما تيبانش. سؤال اخر. سؤال اخر. سلام، انا خديجه من تيزنيت، الله يخليكم. عندي سؤال، الوالده ديالي مريضه بالمعده، يعني المعده ديالها مريضه بزاف، شنو اللي كلات تضرها؟ وعندها كذلك شي حبيبات بحال التلال عامرين بالماء حدا الرموش ديال عينيها. الوغ هذوك الحبيبات اللي خاصها هاد السيده اوبليغاتوار خاصها تمشي تشوف بعدا كاين طبيبه ديال الجلده ان ديرماتولوج. ممكن هذوك الحبيبات اللي عامرين بالماء يكونوا الزونه، والزونه خبيت مرض فيروس خبيت وكل شيء. دونك انا تنظن الزونه وما نقدرش ناكد حيت ما تنشوف السيده وما عارفش اش كاين وناقص المعلومات. ولكني انا تنصح هاد السيده تطير بالزربه باش ما تصيدش، وراه تقدر يدي لها عينيها وشحال من حاجه. هذاك تمشي عند انترماتولوج تشوف واش الزونه ولا لا. ومن بعد اش قالت؟ اش عندها اخر؟ عندها مشكل في المعده اللي كلاتها كضرها. اش باش غنعرف اش عندها انا في المعده؟ خاصها تفسر لي اكثر. ولكني نعطي مثال بسيط. هاد المعدة مهرهرة، هاد المعدة طايبة، باين ما تكون عندها قرحة المعدة من أي حاجة كتاكلها كضرها. لا قرحة المعدة ماشي ولا بد هذاك، المهم غنعطي الحوايج البساط اللي ما غيضروا حتى حاجة واللي غيدبغوا المعدة. ولكن هادشي اللي غنعطيه أنا دابا راه غيدير قبط، اون كونسيباسيون، غنعطي الحل نزيدوا فيها. واخا، إذا غادي نمشيو للفاصل الإشهاري ياك، غادي 41 دقيقة ريتما تترتاح، ونعطيو كذلك دفعة أخرى من الأسئلة، خليكم معنا راجعين. الله. ام اف ام اذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24. انا بعدا عندي دوسي دليتي، انا دوسي، انا بعدا عندي دوسي للصابون، انا دوسي، انا بعدا عندي دوسي للمعل، انا دوسي، انا بعدا والشاج بدوسي كاي نظافة واقتصاد، الزاج والتصبين، ليدين والمعن، دوسي ينظف ويعاون. الو صافي، الله يرضي عليك ولدي، راه وصلت الامانه كلها في تليفوني، غير نسالي غنمشي نخرج الفلوس من وكالات ميديتال كاش اللي حدايا. سي حميد، كيفاش وصلتك الامانه في تليفونك؟ اييه، مع الخدمه الجديده لتحويل الاموال ميديتال كاش، ولدي كيصيفط لي الفلوس من تليفونه لتليفوني بكل امان، وكيوصلوني في الحين. اييه، وكيفاش كدير باش تخرجهم؟ سهله، كنمشي لوكالات ميديتال كاش القريبه ليا، وكنخرج المبلغ كله اولا غير القدر اللي بغيت منه. وهذه مزيه، حتى انا غنمشي دابا ندير ميديتال كاش باش نبدا نصيفط فلوس للمدرسه لبنتي في الرباط وغير من تليفوني. من اليوم مع ميديتال كاش صيفط وتوصل فلوسك من تليفونك. ميديتال كاش، فلوسك ديما موبيل. ميديتال بالغد متصلين. ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24. رجعنا معكم من جديد، وبين قوسين غادي نمشيو لان مسابقتنا راه مازالت مستمره، باش نعطيو فكره كذلك واللي فاتها فرصه ان تسمع السؤال حلقتنا ديال اليوم، باش تربح معنا باك متكامل فيه شامبون، فيه كذلك ماسك للعنايه الخاصه بالشعر، وايضا سيروم للاهتمام وتعطي اللمعان والنضاره للشعر ديالكم. طريقه راه ما كاين ما سهل منها. تبعوا معنا فقره جمالك سيدتي، فيها كنعطيو نصائح متنوعه للاهتمام والعنايه مع الخبراء ذوي الاختصاص في مجال الشعر. عن العنايه والاهتمام بالشعر ديالنا كنا تكلمنا وعطينا كثير من النصائح. سؤالنا اللي هو بسيط وسهل، السيدات اللي كتستعمل السشوار او اللي كتستعمل المجفف ديال الشعر الكهربائي، قلنا واش يستحسن نستعملوا كريم اللي تحفظ خصلة الشعر ديالنا او اللي كيحفظ الزغبه ديالنا قبل ما تستعملوا المجفف الشعر كاقتراح رقم واحد، او ماشي ضروري نستخدموا او نستعملوا الكريم اللي كيحمي الشعر ديالنا قبل ما نستخدموا المجفف ديال الشعر الكهربائي كاقتراح رقم اثنين. اذا واش ضروري نستعملوا كريم او ماشي ضروري؟ طريقه راه جد سهله، ما عليكم كيف ما قلت على مدار اليوم انكم تجاوبونا، كتبوا فقط اسكا، خلي واحد الاسباس صغير، كتبوا الاسم ديالكم بالكامل، ماذا بينا تكتبوا كذلك المدينه ديالكم باش تسهلوا لنا ان نوصل لكم الهديه ديالكم. ضغطوا الرقم واحد الا كتشوفوا الاجابه صحيحه هي رقم واحد، او ضغطوا الرقم اثنين الا كتشوفوا الاجابه صحيحه هي رقم اثنين. ارسلوا هادشي كله على رقم 5054، تم الاس ام اس هو 6 ديال الدرهم. اما لحظه بسرعه بسرعه غادي نمشيو نعلنوا على اسماء المحظوظين ديالنا ديال حلقه يوم الخميس، واللي كيف ما كنقولوا 10 ديال المحظوظين معنا، وتنقول الف مبروك لاختي صباح غيات من الحسيمه، صباح غيات من الحسيمه
ألف مبروك. زوالي توريا كذلك من الدار البيضاء مبروك عليك أختي زوالي توريا من الدار البيضاء. شرقاوي يسرى كذلك كنت من بين المحدودين معنا في حلقة يوم الخميس. زولتي فاطم الزهرة خالد الفهمي من طنجة. زكي رقية من الدار البيضاء. فاطمة بورقة كذلك الفنيدي غليمية من المحمدية. ودكان مريم والوردي لبنى. إذا مبروك عليكم أنتم كنتم محظوظين معنا في حلقة يوم الخميس. نعود بسرعة الأسماء المحظوظين. قلنا صباح غيات من الحسيمة. زوالي توريا من الدار البيضاء. زرقاوي يسرى. زولتي فاطمة من فاطمة الزهرة. خالد الفهمي من طنجة. زكي رقية من كازا. فاطمة بوريغا الفنيدي الغليمية من المحمدية. دكان مريم والوردي لبنى كنتم من بين المحدودين معنا في مسابقة الهناية والاهتمام بالشعر. ودائما حنا تنقولوا ألف مبروك لكل مستمعين معنا اللي كيتابوا معنا باك متكامل فيه شامبوان فيه كذلك ماسك خاص بالاهتمام بالشعر وكذلك سيروم للاهتمام بتليين الشعر وترتيب الشعر. ودائما حنا كنتمنوا ودائما صحة وسلامة للجميع. راجعين عندي دواك تواني قليلة خليكم معنا باش نستمروا في متابعة بطبيعة الحال استقبال مكالماتكم وكذلك أيضا نقرأ الرسائل القصيرة الرسائل النصية الأسماس اللي كتوصلنا دائما عن طريق الأسماس 50-54. رجعنا معكم جديد وكنحيي أوفيائنا اللي كنضموا لينا في فقرة عندي دواك مع دكتور جمال. خلينا نمشي بسرعة دكتور ياك نستقبلوا المكالمة. نقول ألو صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير لالا مرحبا بك. الله يبارك فيك عافاك نشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك لالا. بغيت نسولكم عافاك ماما عندها حجازة في القفا ديالها حيت ما سمعتش من الأول في الحساسية هذيك الشيء علاش. إذا المشكلة عندها ديال الحزازة ياك؟ آه عندها الحزازة في العمق ديالها في العمق ديالها طلع جيت الشعر ديالها شوية واخا لالا. وبغيت عافاك نقول ديال القشرة قال من الريوس وخلت الساح يعني كاتوش نتحل خليهم يعني في راسنا تخليهم طريقة واش خليهم في راسك ولا تغسليهم مباشرة؟ ولا نشيل لهم طريقة واخا لالا. ذكري بالاسم كاني؟ أسماء من فاس. أسماء من فاس. شكرا لك. الجواب ديالها راه جاوبات على راسها. اللي داكشي اللي غدير ديال شعرها اللي القشرات ديروا الحزازة ديال مها. دخل التفاح ومن الريوت وخلو خل التفاح. ديروهم في القفا ديالنا ماشي طلع جيت اللحم وجيت الشعر. سمعي أختي سمعي. خودي من الريوت والبصلة وعصير ديال البصلة. وخل التفاح ديريهم لمك وتهنيها. داكو شكرا بزاف بلا شكرا لالا. هاد الوصفه هاد الوصفه ما نفعتهاش تصل بينا نعطيها 4 ولا 5 متابعين. بالنسبه للقشره ديال الشعر حنا قلنا نستريقها من الريوت وخل التفاح ما قلناش غنخليوها دكتور 4 5 سوايع فيها الكفايه فيها الكفايه. واخا نمشيو مكالمه اخرى. الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام لالا مرحبا بك. صافك بغيت غير نسول الدكتور على ديك الكينه اللي قال لنا ديال الخميره ديال الشاي. اييه قال لنا بالسيلينيوم اللي نسول الصيدلي واش السيلينيوم داخل فيها هي ولكن حبوب اخر بالسيلينيوم. لا لا داخل فيها داخل فيها كاين دواء بوحدو السيلينيوم مي انا تنفضل علاش تاخذوا نفس بلاصه ما تزيدوا في الفلوس وكل شيء وكل حاجه تشريوها بوحدها. خذوا الخميره ديال البيره دونك لو فيور دو بيير ولا تشعير بالسيلينيوم افيك سيلينيوم راه كاينه عند لي فارماسيان. غادي ناخذ مكالمه اخرى. سؤال اخر الله يحفظ لك اختي. سؤال ثاني واخا ديال الخزامه اللي قلنا جربته مع البصله عندي شي ما في الولده كيهبط مني دوزت عليه ديال المرات زعما وما كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه. إيه. وجربته زعما باقي شويه ما ماشي زعما حد في مره. ماشي مشكل زيد العصير البصله دونك كندير معاه دارت عصير البصله والخزامه. اذا زيدي اذا ساهله زيد الجينيفريه العرعر اذا حفنه ديال العرعر حفنه ديال الخزامه تبخيهم في ترونس ديال الماء صفي خودي كاس زيدي عليه عصير ديال البصله شربيه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس وما تنسايش توضي بنفس الشكل بنفس الشكل يعني تشربوا وتغسل به. معنا مكالمه اخرى. الو صباح الخير. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي مرحبا. اختي انا بغيت نسول الدكتور على شي حاجه اللي جات على خاطر. تفضل سيدي مرحبا شرفنا بالاسم كريم. شكون معنا؟ ياسين من تماره. اهلا ياسين من تماره تفضل شو سؤالك؟ اختي انا كنعطي واحد الوصفه ديال الوزيره. ايه
واخا بغيت نسول واش يمكن لي نستعمل ديك لالوي فيرا اللي كتباع في واحد الشركه كتبيع معلوم ديال معلوم بلا ما نقول سميه معلوم يقدر تقدر تستعملها ياسين ما كاين فيها حتى شي ضرر. والسيده اللي قبل من هذا السؤال اللي عطاتنا هذا السؤال هذاك شي بس ما لا ماشي معك خويا مع السيده اللي سبقاتك بالنسبه لياسين ماشي مشكل تقدر تستعمل هذا لالوي فيرا دونك ما عندها حتى شي ضرر ممتازه مزيانه هذاك نخدم وكاله اخرى كاين حتى في الصيدليات راه كاين موجوده لالوي فيرا يلاه خليتها السيده شي بس ما كاين اللي قبل هذاك اللي عندها بروبابلمون تكون عندها اون انفيكسيون بوتيتر ان بو سيفير تزيدنا اش غتخسر تاخذ واحد 4 معالق ديال البروبولي قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس مع الخلطه ديال الخزامه وديال عصير لا تاخذها بوحدها تاخذها بالماء باش ما بغات كوم ساعطينا ان انتيبيوتيك وان انتي انفلاماتور اون ميم طون معنا مكالمه